يقول السائل: يعمل لدى والدي عدة عمال في مؤسسته، وهو يعطيهم راتبا قليل بما يعادل 200 ريال سعودي في الشهر، ويشتغلون من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 10 مساء، فهل هذا ظلم لهم؟ وهل يجوز لي أنا ولده أن أرفع راتبهم؟ هذا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق الذي بينهم وبينه، بين العمال وبين اللي يشغلهم. إذا اتفقوا على هذا فلا بأس، أما إذا اتفقوا على شيء ثم نقصهم من الشيء الذي اتفقوا عليه فهذا لا يجوز. إذا اتفقوا على شيء يجب أن يتمشى على الاتفاقية، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فإذا اتفقوا على راتب معين محدد ثم نقصهم من هذا المتفق عليه فهذا هو الظلم وهذا هو العدوان. نعم. وأما أنت فليس لك الحق في أن تتصرف من دون والدك،